الو السلام عليكم. خلي كاين احنا واحد لا كوميسيون كندير واحد العمليه تخصيصيه على اقتصاد استعمال الماء. السلام عليكم. العمليه التخصيصيه اللي كنقوموا بها اليوم في عماله الحي الحسني هي من تنظيم مشترك بين السلطه المحليه ليداك المجتمع المدني المقاطعه العماله وكذلك الساكنه. فاحنا اليوم التقينا باش نديروا واحد عمل ميداني اللي كيجي في انسجام تام مع الخطاب ديال سيدنا المخر الله ينصرو اللي حط فيه الاقتصاد والحفاظ على الماء كماده حيويه. اليوم درنا حملة تحسيسية بشراكة مع شركة ليديك والسلطة، لغنا السوق ديال السيال كذلك بعض المنازل ما غادي كينقص وأن نحافظوا عليه. كنحاولوا ندوزوا دي ميساج ديال سلوكيات ايكولوجية اللي كتقدر تحافظ على الماء وغادي تحافظ إن شاء الله على الماء إلا اعتمدناهم بشكل يومي في المنازل ديالنا. كان تجاوب كبير، الناس الحمد لله واصلهم أن المشكل اللي كاين ديال الإجهاد المائي اللي كيعيشوا المغرب حاليا. كنزيد نحت جميع المغاربة وجميع البيضاويين باش حتى هما من جهتهم يحافظوا على الماء. هي سلوكيات اللي بسيطة، راه دازوا دي ميساج في التلفازة المغربية ديالنا اللي كيحثوا على هاد لي زيكو جيست. فكاين تجاوب كبير لا من ناحية الباعة اللي في السوق ولا من ناحية الساكنة ولا من ناحية الناس ولا الساكنة اللي كتجي كتزور هاد المنطقة. فكل شيء كيتضامن وكيلتزم باش يساهم في اقتصاد ديال الماء ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لقينا بزاف ديال الناس كيقول لك ايار انا بقيت كنغسل بلا دوشات، وليت كندير سطلع هو اللي كندوش به. بالنسبه للعيالات كيقول لك ما بقيناش كنغسلوا الماء عن نيشان بالروبيني، ولينا كنديروا دي فانيو. الغسيل ديال الطوموبيلات قال لك كنديروا حتى حنا سطوله، ما بقيناش كنغسلوا بالرشاشات. وكيف ما كيقولوا الناس زمان كانت قطره بقطره كيحمل الواد، انا كنقول حاليا ان قطره بقطره نقدروا نحافظوا على الماء اللي باقي في البراج ديالنا ان شاء الله.